اليوم أني ضيفة بيت الحبيبة روعة. طبعاً هذه أنا أعتبرها واحدة من بناتي، ولو أني أغسل بشرتي يمها. تعالي روعة، يعني هي صدق شاطرة، أي ولا مرة غاسل بشرتها كذاب. بياتها روعة، يعني أشقد أعوفها وأرجع عيونها زرق وأسألها أقولها بعدها عيون الزرق، تقول إيه ماما بعد أهل الموصل جمالهم. زوج روعة في حالة حرجة. كيد الجدد هسه بعد أم البيت قلبها قرقع تقول ما أعرف ما يبشرني. بعد عندي الحلقة ادها بث مباشر وطلعت اللزاينة سودة اقولها شلون سويت يعني تخبل لزاينة كلش. اي هلا باسل شلونك؟ باسل زوج روعة الله يخليك، الله يخليك. ودول اولادها حلوين خاتلين. هلا هلا ديما قول هو شلونك استاذ هاني؟ شنو مشاعرك؟ والله ما يجوا وين رعنا؟ هي ستة بالشهر. انتي مدارسهم باينابل. هاي باينابل سلحفاتي اسمها باينابل. انا اسمها سحلب سحلب، يعني انا ناساي. اي اي باع هسه بس تباوع لي عجيبة تتنين. مو انس فيرو هاي يعني صدق ان شاء الله من يجي اجيبه. هلو هاي سحلوف باي تجيب اكل. اي تعرف صوتي معقوله. اي مو بس انا انطيها، اقعد الصبح اودي الاولاد للمدرسه فاكون مخبوصه بالجنطه وبالمحيط هاي، فافوت من يمها وهالشكل هي شو تسوي لي؟ تخرمش لي بالحصو. يعني فتحي لي اللايت وانطيني اكل، انطيها اكل وهاي تبدا بعدين تسكت. ها هي اي اي تصير طبيعيه نور. يلا فيرا شنو شو اسمه؟ هاي شيله راح استوون حنسوي ريال. ايه مو مغني مال الشجر لا تطبخون خلونا على البان. لازم بانية بترة. كورال كورال مالك. شفت اليوم خد أكلة جديدة حبايبي. ايه وهاي الأكلة هي عقوق مصلاوي. لازانيا لا 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 تطبخون خلونا على عقوق، خلونا على عقوق. لا رهيبة حيثم مو الأكلة تحبيها انتي شمزي؟ لا انتي غير شكل نفسها غير شي نفسها شمزي وشبزي طينا غير كلمة بيها. شنو سولية؟ ايه يلا انت قول محفوظة محفوظة سجادة زولية باع شنو كلمات؟ العروق زين حواس العروق عروق العروق العروق العادي هذا الكباقة وشي يسموه الموصل شفتايات. وبغداد. هذا البيت مسكون من قبل صاحبه يهودي، فجو البريطانيين
من نصب ونصب الملك فيصل الأول العراق. المن يأخذوا البيت أخذوا البيت ما هذا قصر قصر شعشوع فسموا هذا البيت بقصر شعشوع. وهذا مجد البلد شنو هذا قصر شعشوع يعني ما على موسش عندك قصر شعشوع شيء كبير وبيت كبير صباها ببيته لا هو قصر شعشوع اي قصر شعشوع اي صارت شهرته اي هو اسمه شكرا بابا فقال الملك فيصل الاول نطلع هذا البيت مو هو يعني البيت الوحيد اللي يليق بالملك بعد بس ما كان جديد هيك مختصب بالتجربة ولا يتوقع عشان عندهم جديدة بالحديقة اكيد لا عاد مرجوحة لا هو هو لا جاء جديد ولا يطلع شنو ماما حبيبتي حبيبي راين شو اسمه فاتح قناة جديدة واريد لح اخلي بصندوق الوصف هلا راين قناته هاو ار يو دعم من عندكم يلا جيش ماما سعاد زين هاي كل هالصور مال راين هاي راين ليلى من صف اول ابتدائي أوه سنة بسنة هاي هاي أول ابتدائي هاي ابتدائي آه من أنا عليم نعم عراق عربي يعني مني مني صور مني مني اللي يصير مني مني اللي يصير هذه ترى يلا إحنا راح نطلع بالفيديو لأن ما خالي صوره هم أنا من اليمن اللي يصير جماعة ده يشجعون هاني يقمز ويا ذولا ذولا القرود الثلاثة هاي بنتي يمه اللي اريد نزوجها هذي دقعت ماما ها؟ هذي دقعت صدق؟ اي والله زين ولا انشقت مع هذا من هذا قاعد يقمز هنا انا هذا قاعد يقمز هنا نور نور عقلي شلون هذا عقل يا ربي طبعا الهوى الله أنا أريد أتبخر بالحطب والله عجبني يمه ابني ولك الآن شقت الشبكة وين نروح زين نورة شو قاعدة تطور له وقع شوف ما يحتاج لها للنار واحد اي هواء عالي هذه ظلت قاعدة هون الرقية شلون طالعة حلوة وكبيرة عاشت ايدك روعة وبعد شنو زارعة قلنا فلفل فلفل هذا وين وقلتي سلق حبيبي السلق البارحة سويت عليه شو اسمه اليوم سويت الضومة بالسلق هذا اي اي طبعا باذنجان اوي باذنجان ايش قد احب هاي الشغلات بعيد ان شاء الله ازرع ان شاء الله ازرع الطماطم طبعا انتم كلكم المتابعين تقولوا لي ازرعي اكيد ازرع بس على الموسم الجاي ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين على الموسم الجاي ان شاء الله اشتري لك لا والله لا تردون اشتروا زين ابي هاي اخت روعه انت اختها الاكبر منها مو حبيبتي يا هلا ومرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله نشاوب طبعا شوفوا الحلا شنو من كافي سوعين تعاي بالفيديو سوعين هاي بالله الحلويات نعرف لها كلها بس هذه هاي هنا انا سحرتني هاي الاكله وما ادري ايش قلت لي اسمها بلامين مدرسه من خميسو جمعه صدق خميسو هاي خميسو خميسو لا شو اسمها هاي هاي تراميسو ها تراميسو لا ليش تقولي لي خميسو والله انا هاي جبتني هاي تراميسو سعاد هاي قصه غير قصه
اي بعدين نسوي راح اسوي قناه عليه. اي والله هاي 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 مصلاويه اكله هي من اختراع روعه شنو يسموها هاي هاي ايه؟ يلا شنو ما اعرف. طبعا احبابي رجعنا من زيارة هاي العائلة الجميلة، عائلة حبيبتنا وبنتنا روعة، هي وأولادها وزوجها وأبوها كانوا من أروع الناس المؤثرين اللي تشعر بمحبتهم من القلب للقلب. يعني استمتعنا وياهم ويا ربي يسعدهم، وأقدم شكري لهم على الحفاوة اللي يعني تلقونا بيها وعلى الضيافة الحلوة، الضيافة العراقية الأصيلة، وأقول لكم يا ربي يسعدكم جميعا. لا تنسون السبسكرايب واللايك والمتابعة حتى يوصلكم أي شيء جديد أصوره. محبتي للجميع ويا ربي يسعد الجميع.